بسم الله الرحمن الرحيم. الصفة العقيد الطيار محمد بن علي، عامر السرب بالعمليات والتدريب العمودي ميتو بالثانوية الفنية مرتوبة. بالنسبة للسرب، أسس في سنة 1979. مهام السرب تأهيل وتخريج دفعات من الطيارين. بالفعل تم تخريج 7 دفعات طيارين بعدد إجمالي 300 طيار عمودي حتى سنة 1989، نتيجة لأمور الصيانة ودخول الطائرات السرب للعمراء. توقف السرب على عملية التدريب حتى تم تفعيل السرب في سنة 2013-2014 ابتداء مع عملية الكرامة، نظرا لظروف المرحلة اللي مر بها الوطن. بجهود الكوادر الفنية التابعة للسرب استطاع السرب ادخال عدد من الطائرات، منها اللي متوقف من مدة 26 سنة. تمكننا في خلال الفترة من 2014-2015-2016 من إنجاز عمل داخل السرب رغم قلة الإمكانيات. العمل كان منقسم إلى جزئين: جزء تدريبي تأهيل طيارين جدد لدعم الأسراب العاملة لعمليات القوات الجوية، وجزء كان خاص بالتنفيذ تعليمات القيادة واستركان القوات الجوية بخصوص عمليات تخص محاور عمليات القتال التابعة لغرفة عمر المختار المحيطة بدرنا والجبل الأخضر. في الفترة الحالية احنا متمركزين بالثانوية الفنية بناء على تعليمات سيدي رئيس أركان القوات الجوية اعتبارا من 10/1/2015. بالنسبة للغة الأرقام، إذا تحدثنا بالأرقام، السرب قام بتنفيذ 1553 طلعة جوية بزمن 1020 ساعة و45 دقيقة طيران. تم أو نتج عنها تأهيل عدد 9 طيارين جدد التحقوا بالأسراب العاملة الـ135 والـ108. ضمن الجهد الكبير هذا تم تأهيل وإنعاش عدد 8 طيارين تابعين للسرب العمودي ميتو. في الوقت الحالي احنا مرتبطين بعمليات عمر مختار بناء على التعليمات الصادرة سلفا من رئاسة أركان القوات الجوية، ولازلنا في هذه الإجراءات. كنا في الفترة السابقة نرفع في كفاءة الطيارين في برامج عمليات طيران الليلي وتنفيذ طلعات استطلاع تخص المحاور المحيطة بدرنا والدعم اللوجستي للمحاور العمليات الخاصة بغرفة عمليات عمر المختار بالجبل الأخضر ودرنا. ما تقدمنا نحو العمل وقدمنا جميع الإمكانيات والطلعات الجوية من حيث الاستطلاع على المحاور اللي هن موجودات بالمحيط الموجودة يلا المكان اللي احنا فيه، زي الحيلة، زي راس التين، زي الهمسة، الأماكن هذين يعني اللي كان فيها الاستطلاع واجد. والحمد لله على رغم قل الإمكانيات لكن قدمنا اللي فيه الخير للوطن إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق.